السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ضحى الملك من قناتي. النهاردة هنعمل قعدة جميلة جدا جدا، ركن خاص بيكي. هادي وجميل ان انتي تقرأي الكتب بتاعتك وتغيري جو فيه. تابعوني، واهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنيجي بقى في ان احنا عملنا ايه، او اللي احنا استخدمناه في المواضيع دي كلها. سجادة انا عاملاها بخيط الكريم، طبعا انا فضيت ركن النفسي احط فيه الحاجات الخاصة بيا، الاماكن اللي انا حباها. هو السجادة بخيط الكريم، لو حابين تعرفوا الطرق او كده هنزل لكم القنوات اللي تفيدكم في المواضيع ديت. وجبت السلة اللي انا عاملاها برضو بخيط الكريم، والورد برضو في سلة بخيط الكريم. كل حاجة انا حابة، يعني خيط الكريم بيدي جمال مش عادي بصراحة، حباه جدا في كل تفاصيله والشغل اللي احنا عاملينه. السلة ديت عملتها وحبيت ان انا احط فيها الكتب وكل حاجة خاصة بيا، بحيث ان ما احب اقرأ كتب، احب اغير جو في المكان، بيدي جمال كده وحاجة شيك وجميلة جدا. وتحسي كل ما تشوفي المكان ده تحسي ان انتي نفسيتك مرتاحة، تحسي ان انتي مبسوطة، لان الحاجات ديت انا مبسوطة ان انا عاملاها بايدي انا. البف الجميل ده طبعا انا اللي عاملاه، وكل الحاجات دي انا عاملاها بايدي ما عدا المخدات. حاجة جميلة وبسيطة ان انتي تشغلي وقتك فيها. جربي تتعلمي وهتفيدك جدا جدا. واهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو الفيديو عجبكم، لو الفكرة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.